تبي كل preparation creams. الكريمز هي عبارة عن emulsion، بس مش emulsion liquid بقى زي اللي احنا اشتغلناه وحضرناه قبل كده، لا بيكون على هيئة semi solid، بيستخدم على الجلد، بيحتوي على مادة فعالة ممكن تكون دايبة أو suspended فيه. تعالوا نقرأ كده التعريف: dermatological semi solid emulsion containing solution or suspension of the medicinal agent designated for application to skin or wounds. وزيها زي اي ايمالشن ممكن تكون ووتر ان اويل او اويل ان ووتر، وهناخد مثال عن كل واحد فيهم ونتكلم عنه. الكريمز ممكن تكون بتستخدم بس كمرطب، مش لازم يكون فيها ماده فعاله، عشان كده هنلاقي جزء الكريم جاي معانا كمان في الكوزموتكس، او ممكن نحط فيها ماده فعاله تدخل عن طريق السكن. طيب زي ما اتفقنا في عندنا نوعين من الكريمز، هناخد مثال على كل نوع فيهم. المثال بتاع الووتر ان اويل ايمالشن اللي هو الكولد كريم، هو اسمه ووتر ان اويل، فالاكسترنال فيس بتاعته ماده اويل، فممكن يستخدم كايموليانت او يستخدم كاوينتمنت بيس. بالنسبه للاويل ان ووتر هناخد الفانيشنج كريم، بما ان الووتر هي الاكسترنال فيس فهو كونتيننج لارج بيرسنت من الووتر، كما ان الفانيشنج كريم ده بيتميز قوي بوجود الستيريك اسيد لانه حاجه مهمه جدا في تركيبه. طيب افتر ابلكيشن للكريم، كلمه فانيشنج دي جت منين؟ لان انا بعد ما بحط الكريم الووتر هو اكسترنال فيس فبيتبخر بسهوله وبسرعه، ويسيب لي ثين فيلم من الستيريك اسيد على السكن مش مرئيه خالص، فبنعتبر ان هو الكريم ده فانيش. البيشنت اند فيزيشن بريفير كريمز تو اوينتمنت. يعني في برودكت كتيره في السوق زي مثلا ايه كيناكومب بيتادرم، تلاقي في منها كريم وتلاقي في منها مرهم. دايما تحس ان الكريم مبيعاته اكتر والناس بتطلبه اكتر، الدكاتره تكتبه اكتر. ليه بقى؟ اولا الكريم ده ليز فيسكس فهيخلي استعماله اسهل، easier to spread. كمان لو الكريم ده كان اويل ان ووتر، يعني الووتر اكسترنال فيز يعني يتغسل بالميه وسهل جدا، فكان بي ايزلي ريموفد. طيب الايموليانت كولد نايت كريم، كل دي اسامي للكولد كريم اللي احنا اتكلمنا عليه، ممكن نسميه ايموليانت كريم، كولد كريم، نايت كريم. هو عباره عن ووتر ان اويل ايمالشن. طيب الاسامي بتاعته دي جت منين؟ بما ان الاكسترنال فيس بتاعته اويل فهي هتغطي الطبقه الخارجيه من الجلد. الطبقه الخارجيه دي بيسموها هورني لاير لان فيها نسبه ميه قليله جدا، الميه اللي فيها حوالي 10%، ومعرضه للانفايرمنت طول الوقت، فمعرضه كمان انها تفقد الميه دي وتجف وتتشقق. لما انا احط عليها كريم الاكسترنال فيس بتاعته اويلي هيتكون فاتي فيلم عليها، فبالتالي بروتكت الووتر اللي موجوده في اللاير دي ما تفقدهاش، فنتيجه انها ما هتفقدهاش هيحصل لها ايموليانت، هتفضل الميه فيها فهتكون مترطبه، فهتكون هو ايموليانت كريم. الطبقه ديت ما بقتش معرضه للهواء، ما بقتش معرضه انها تفقد ميه، فممكن نقول ان ده هو عباره عن ايه، اوكلودنج ايجنت، حبس الميه اللي موجوده في اللير الخارجيه عن انها تفقد في الانفايرمنت. طيب احنا الووتر فيه هو انترنال فيس، فعلشان يتبخر الانترنال فيس ده ما بيبقاش سريع زي الفانيشنج، لا ده بياخد وقت وبيحتاج حراره بنسميها الليتنت هيت. اي ميه بتتبخر محتاجه حراره اسمها ليتنت هيت. هتاخد الليتنت هيت دي منين؟ من السكن، فالسكن فقد حراره فبيديني احساس بالسقعه كده، او عشان كده بنسميه كولد كريم. طب احنا متفقين ان هو ماده فاتي وهتسيب طبقه دهنيه على الجلد، اخرج بقى في الشارع وانا وشي بيلمع والم تراب من الشارع وكده؟ لا طبعا، فاكيد هستخدمه امتى؟ نايت كريم. فعشان كده احنا بنسميه ايموليانت، عشان كده احنا بنسميه كولد، عشان كده بنسميه نايت كريم. هو مش معنى ان احنا قلنا ان هو ايموليانت ان اي ايموليانت كريم لازم هيكون ووتر ان اويل، لا عادي، هو برضه الاويل ان ووتر ممكن يكون ايموليانت، بس ايه الريكومندد او ايه الافضل او ايه اللي يديني ايموليانسي اعلى؟ هو الووتر ان اويل طبعا. بما ان الاويل هي الاكسترنال فيز فعشان كده هي كميتها ايه؟ اكيد كبيرة. هو فعلا بيحتوي على اويل نسبتها من 45 لـ 80% اويلي ماتوريال، يعني تقريبا نصه لحد 80% اويلي ماتوريال. الميلتنج بوينت بتاعت الاويل اللي انت هتستخدمه في الكريم ده shouldn't be more than 37 درجة سليزيوس، لان دي درجة الحرارة بتاعت الجسم،
لو هو كانت الميلتنج بوينت بتاعته اعلى يعني على الجسم مش هيكون سايح، فيكون الفرد بتاعه صعب جدا، فالابليكيشن بتاعه او استخدامه هيكون صعب. في كمان زيوت طبيعيه بيكون ليها هاير ايودين فاليو. يعني ايه هاير ايودين فاليو؟ ايودين فاليو دي هي number of grams of iodine that react with 100 gram of fatty material. معنى ان انا هحتاج ايودين كتير يتفاعل مع الفاتي ماتيريال، معناه ان انا عندي دبل بوند كتيره، لان الايودين بيتفاعل عند الدبل بوند. كل ما الدبل بوند تبقى كتيره معناها ان الزبده هيكون انستيبل ومعرض ان يحصل له رانسيديتي، فانا مش هقدر ان انا استخدمه في البرودكت بتاعي. ممكن وقتها بقى ريبليسد بحاجه تكون سينثيتك زي الايزوبروبايل مايريستيت. ده رائع، ليه اكسلنت سبريدنج باور، ريت فيلد ممتاز، جود كيبنج كواليتي، فيري ادكويت اوكلوجن باور اند سيوتابل فيسكوستي. هنا بعرفك بس ايه هو الايودين فاليو. زي ما اتفقنا هو النمبر اوف جرامز اوف ايودين ذات رياكت ويز 100 جرام اوف فات، وان الرياكشن ده بيحصل عند الدبل بوند. فكل ما الايودين فاليو تعلى دي علامه ان في انساتوريشن كتير ودبل بوند كتيره، الزيت ده ممكن يحصل له رانسيديتي فما بنستخدموش. البريسكريبشن بيز واكس بوركس كولد كريم، ميدينين بيوريفايد ووتر، بوركس، اوليف اويل، وايت بيز واكس، وايت سوفت بارفين. ومدي الكميات بتاعه كل انجريدينت ما عدا البوركس، لان كميه البوركس المفروض ان انت بتحسبها، وهنتعلم دلوقتي بنحسبها ازاي. بقيه البريسكريبشن عاديه، بس لاحظنا في الاخر كده ان هو مديني الملوكيولار ويت بتاع البوركس والملوكيولار ويت بتاع البوتاسيوم هيدروكسيد، وقال لي الاسيد فاليو بتاع الاوليف اويل 2 والاسيد فاليو بتاع البيز واكس 20. طيب نرجع للبريسكريبشن تاني. انا دلوقتي واحده هنعمل ايمالشن، فمتوقع ان انا الاقي ايكواس فيز واويلي فيز وايمالسيفاينج ايجنت. الايكواس فيز موجود بيوريفايد ووتر، الاويلي فيز موجود عندي اوليف اويل وايت بيز واكس، بس انا مش لاقيه ايمالسيفاينج ايجنت. ليه بقى؟ لان البريسكريبشن دي الايمالسيفاينج ايجنت بتاعها هو بيتكون جوه البريسكريبشن نفسها، بمعنى البوركس بيتفاعل مع الفري فاتي اسيدز الموجوده في الاوليف اويل والوايت بيز واكس، وينتج عن التفاعل ده ايمالجنت يقوم بدور الايمالسيفاينج ايجنت.